مثل جيسون ستيثم وهنري جولدن اللي الكل كان سعيدين بوجودهم. You know, I was here last year for the opening, so I'm really curious how to see everybody sort of celebrate the ending of like such a magnificent festival. وأكبر هايلايت للمهرجان كان لقاء النجوم العرب بالنجوم الانترناشنال على ريد كاربت واحدة. مش عارف إن جيسون ستاثام أصلاً موجود، فلقيته داخل ورايا، خفت بقى يعمل أي حاجة. عدت على خير. أكثر الناس يمكن انبسطت إني اتعرفت عليهم لأول مرة وأنا أعرفهم على السوشيال ميديا من زمان. لما التقى بمخرجين يكون حلم التقى فيهم، لأنه بتعرفي في أعمال عن جد بتقدريها وبتقولي نفسي التقى بالمخرج بتاع العمل ده، فلما تشوفيهم هيك كتير بنبسط يعني. بس كثيرين زعلوا انهم فوتوا لقاء الستارز اللي حضروا الأوبنينج. كان نفسي قابل جوني داب، بس بالأوبنينج ما كنت بالبلد، كان عندي شغل وما قدرت قابله. صدقيني ما كنت عرفت أعمل ولا جملة، كنت قلت وفلت. كنت حابة أشوف جوني داب وويل سميث جدا بس ما لحقتش. صراحة اليوم كان ودي أشوف نيكولاس كيج، one of my best actor في الحياة من وأنا صغيرة يعني، بس ما حصلت فرصة، بس احتمال يجي على ريد كاربت يعني. والله كنت حابة أقابل ويل سميث بس ما قدرت، بس قابلت الممثل الهندي رامبير سينغ. كلمته أبديت له إعجابي عن الفيلم الأخير اللي سواه. ومع ذلك ما نسيوا كل الفعاليات اللي صارت بالأيام اللي فاتت والنجاح اللي حققته الدورة على مختلف الأصعدة، بداية مع الفول جلامر اللي عشناها كلنا على الريد كاربت في حفل الختام. والله سعيدة جدا، عرس وفرح وبهجة ودفء واحتواء وحالة كده فيها حفاوة محترمة وجميلة وحالة ثقافية عشناها الفترة اللي فاتت في منتهى الرقي. أنا كثير مبسوطة عن جد إني قدرت أكون هون، الحمد لله يعني it's beautiful، كل سنة عم بيكون أحلى وأحلى. الفايبس تجنن يعني، أي فايبس فيها سينما أنا مبسوط قوي، والفايبس كلها سينماتك. الصراحة شوي زعلان إن المهرجان جاي ينتهي، مرة استمتعنا، إن شاء الله الجاي أجمل وأجمل، وإن شاء الله نحضر العرس السينمائي كل سنة كلنا بصحة وسلامة. أنا مبسوط جدا إنه دورة هذه بالذات مع عدد الأفلام السعودية اللي موجودة بيخلي الختام كده زي ما تقولي ذا تشيري أون ذا توب. فايبس خطيرة والتنظيم حلو قوي وكل الإيفنتس والسوق حلو والأفلام اللي موجودة الحقيقة يعني أفلام خطيرة. ويبدو إنه هالفعاليات شجعت عمرو سعد يرجع لعالم السينما. بقالي كتير مسحول في التلفزيون، بقالي 3 سنين، السنة بتضيع مني، السنة دي قررت تبقى سنة سينمائية بداية من وجودي في مهرجان روما ومهرجان البحر الأحمر ومهرجان تاني في اليابان بفيلم ليا، لأني هشتغل بصور أفلام 3 أفلام دفعة واحدة السنة دي إن شاء الله. ومثل كل ريد كاربت النجوم اخطفوا الأنظار بإطلالاتهم، فمنهم اختاروا الأزياء السعودية أبرزهم إلهام شاهين واللي علمتنا عن تجربتها بالمهرجان. يبقى نقدنا لاسع شوية للأفلام اللي تشارك في المهرجانات، إن نشوف هل تستحق أم لا تستحق، ولو كانت تستحق هي استحقت لي نتعلم وبنشوف. بس هالمرة الموضوع كان مختلف بالنسبة لسارة أبي كنعان ووسام فارس واللي طلعوا بأول public appearance لهم بعد ارتباطهم رسمية بماتشينج outfits. ولا ما حدا عم يصدق، حسستني انه فكرتي، عرفتي، حسستني انه انا عبالي الازرق وهيك. بعدين ما حدا عم يصدق انه والله مش يعني بالغلط بالصدفة، لانه انا كان مفروض البس شيء اسود وهو كان مفروض يلبس شيء ازرق وما زبط الاسود علي. امبارح بالليل قررنا نلبس الازرق، فبالغلط بالصدفة. وهذه كانت أجواء الريد كاربت، بس ما ننسى الهدف الأساسي من المهرجان خاصة بهالدورة واللي شهدت مشاركة كبيرة للأفلام السعودية واللي حرص أغلب النجوم أنهم يتابعونهم على مدار 8 أيام. كذا فيلم صراحة، وأنا حكون بايس واتكلم عن الأفلام السعودية لأنه يعني في تطور ملحوظ جدا، مندوب وناقة ونورة وأحلام العصر وحوجان وهجان. أنا حبيت على المستوى الشخصي مندوب الليل، وهذا مو تقييم، هذا فقط لأنه يلمس البيئة اللي أنا عشت فيها وقريب من شوارع الرياض، فشفت شوارع الرياض في الفيلم. تابعت أفلام وكنت سعيد جدا بالنتيجة اللي كنت عم شوفها من خلال الأفلام. الليل الأفلام اللي خيبوا لي ظني كممثل، عم بحكي أنا تعرفت على ممثلين عرب بيشتغلوا بالسينما بس أكثر شيء، ما كنت بعرفهم. بس الفرحة كانت مضاعفة عند النجوم اللي كانت لهم أفلام مشاركة. شرف المشاركة جدا يعني عظيم ويسبقها طبعا. أتمنى طبعا يعني أكيد الفوز، لكن الإشادة اللي حصلت الحمد لله كانت جدا مرضية وسعيد جدا هذه المشاركة. كلوزينج ده أول كلوزينج في حياتي يكون في فيلم ليا،
وأكون منتظر إذا أعرف إذا كان الفيلم يكسب ولا يحصل فيه إيه. وأكيد نفس الشيء كان بالنسبة لظافر اللي كان له أكثر من مشاركة بهالدورة. فوش الشيء اللي مو ممكن ينساه؟ مستحيل ننساه أن يتفاعل القاعة كلها مع بعض في مشاهد معينة في الفيلم اللي كانت في فيلم لابني، كانت كيفاش تتعاطف مع شخصيات، ممكن تضحك ولا تحزن في نفس الوقت وتحس الانرجي الطاقة موجودة، فهي لحظات مهمة جداً.